ردوا عليك قالوا لك ايه؟ قالوا لك افتح القاضي مشي. يعني القاضي مشي قبل ميعاده؟ قبل ميعاده. وحضراتكم عرفتوا منين الباب مقفول قبل الساعه 9؟ تمام، دي نقطه. تاني نقطه، عرفتوا منين ان العمليه الانتخابيه اتمدت ساعه كمان؟ عرفت منين؟ من التلفزيون. تمام، قوات الامن اللي جوه المكلفه بتامين العمليه الانتخابيه ردت عليك قالت لك ايه؟ قالت لي يا فندم والقاضي مشي. كانت الساعه كام بالظبط؟ كانت الساعه 9 بالظبط. طب رد فعل المواطنين اللي واقفين، كان رد فعلهم ايه؟ زي ما انت شايف كده الناس كلها واقفه ومش هتمشي غير لما يجي القاضي يكلمنا. محدش هيمشي غير لما يجي القاضي اللي قفل المدرسه ويجي يكلمنا. يعني احنا تعبانين ونازلين نجر بنفسنا دلعبت اهو. ايه يا حاجه؟ نازلين نجر بنفسنا دلعبت اهو. احنا نفسنا مش عشان البلد تتصلح حالها. انا عن نفسي عايزين نجر من قصد اللواء يا اخي. عايزين الناس تهدى والبلد تهدى والناس تبقى كويسه. طب انت عايز ايه دلوقتي يا حاج؟ انا بزعق على كده اهو في عيني وفي عين اصلا. كل اللي انت عاوزاه دلوقتي يعني ان انت تخشي تنتخب. عايزين نخش. اه طبعا.